السلام عليكم ورحمة الله. اليوم قناتكم وصفة جمالية واللي هي عبارة عن فازلين طبيعي للقدم أو الأرجل اللي كتكون متشققة وكيكون بها تشققات مريضة أو تشققات اللي كتسبب الوجع. فهاد الوصفة فعالة، كتكون من الشحمة ديال الغنمي، وكتكون من زيت الزيتون أو زيت العود، وأيضا كاين المكون الثالث هو للنظافة وهو صابون الكف، وكعندنا الحكاكة ديال الرجلين. الطريقة ديال الاستعمال، أول حاجة كننظفو الرجلين ديالنا، كنمسحوهم مزيان. هادو بالنسبة للرجلين ما فيهمش تشققات اللي مريضة، كاين تشققات اللي كتكون مريضة بزاف، كتكون مشقوقة وكتكون كتسبب الوجع. هادي ما غادي نديرولهاش الحكاكة، هادي غادي نغسلو رجلينا شوية بالصابون عادي، نشفو غير بشوية. كنعملو الشحمة ديالنا الدور، على بوطة مهينة. ملي كتبدا تدوب لينا كتولي على هاد الشكل كدوب. من بعد ما دابت الشحمة ديالنا، عطاتنا ملعقة ونصف ديال الزيت، كتولي على شكل زيت. فغادي نضيفو لها أيضا ملعقة ونصف من زيت الزيتون، يعني قد اللي خرجنا ديال زيت الشحمة قد زيت الزيتون، كنعملو نفس الكمية. كنخلطوهم مزيان حتى كيندمجو الزيتين مع بعضهم، وكنعملوهم يا اما كنخليهم اذا كان الجو بارد على برا حتى كيجمدوا، واما اذا كان الجو الحار كنعملوهم في الثلاجة حتى كنحصلوا على فازلين. اذا بعد ليلة كاملة حصلنا على هاد فازلين، هذا اللي هو طبيعي 100% وراه هو فعال للتشققات. اذا كانوا تشققات مريضة بزاف فما كنحكوهاش بالحكاكه، فقط كنغسلو رجلينا، نمسحوهم بالفوطه نظيفه، وكندهنو لهم هاد المكون هذا الفازلين، ونعمل لهم بابي سلوفان مع الطقاشه ليله كامله. الفازلين ديالنا ملي حصلنا عليه درناه في قرعه نظيفه او علبه.